بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستأنف محاضرة الـ CMA. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن 1.6 Revenue from Contracts with Customers. موضوع الاعتراف بالإيراد أو Revenue Recognition كان فيه مشاكل كبيرة قوي أو اختلافات كبيرة قوي ما بين الجاب الأمريكي والأيفرز الدولي، معايير التقارير المالية الدولية، واليو اس جاب او يونايتد ستيت جنرالي اكسبتد اكاونتنج برينسيبلز. كان ده يقول لك في 5 شروط، ده كان يقول لك دول 3 شروط: المنافع بتاعه الاصل والمخاطر الريوردز مش عارفه البينيفيتس والحاجات دي. كنا بنتكلم فيها، قعدنا فتره طويله قوي لغايه ما حصل توافق ما بين الفاز الامريكي والاياس بالانجليزي. الاثنين عملوا كونفرجن بحيث ان هو يعني مشروع ايه بيسموه جوينت بروجكت، مشروع توافق كده. فاصفر مشروع توافق ده عن اصدار اللي هو ايفرز 15 ريفينيو فروم كونتراكتس ويز كاستمرز. كانوا الاول بيتكلموا على موضوعين جزئين: موضوع ان الايراد من مثلا شركات زي شركات المقاولات. شركات المقاولات مثلا تقول لي ايه الايراد بتاعها؟ مش سنه واحده، يعمل مشروع والمشروع يقعد كذا سنه. طب هعترف في الايراد امتى؟ في اخر بعد 5 سنين لما المشروع يخلص ولا دلوقتي؟ فكان في حاجه اسمها نسبه اتمام. يعني ايه؟ يعني انت اتميت 20% من المشروع، شوف تكاليفك، هل فعلا صرفت 20% من المشروع من تكاليفك الإجمالية، وهل انت فعلا قبضت 20% من إيرادك عشان تقدر تعترف بما يخص السنة من إيرادات ومصروفات. وكان في كمان معيار آخر للريفينيو ريكوجنيشن، فاتلغت بالنسبة للمعايير المحاسبة الدولية، اتلغى معيارين وأصدر آيفرز 15 وفي الجاب الامريكي برضو اصدر المعيار او يعني الفاينانشال اكاونتنج ستاندرد. هم عندهم في الجاب الامريكي الفاسب بيصدر ابديت، انما الاياسب الانجليزي او الدولي بيصدر معيار كامل بالانتربريتيشن بتاعته. طيب ايا كان شكل الاصدار او الاجراءات، المهم ان احنا بقى عندنا دلوقتي حاجه اسمها ايه؟ اعترف ازاي؟ الاتنين دلوقتي توحدوا على المبدأ ده. كنا واحنا بندرس زمان او بنشرح للناس زمان الاعتراف بالايراد، كنا بنقول والله في فرق ما بين الجاب الامريكي والايفرز الدولي. دلوقتي لا، خلاص بقى الاتنين متفقين على ايه؟ عندك 5 ستيبس، 5 ستيبس موديل اللي قدام حضراتكم ده. يعني ايه؟ شوف باختصار كده، شوف العقد بتاعك وشوف الالتزامات اللي انت ملتزم مع الكاستمر بتاعك، الزبون بتاعك. هتعمل له ايه؟ هتقدم له سلع وخدمات. السلع دي منفصلة عن بعضيها، في خدمات متصلة ببعض السلع، في حاجة. طيب يبقى انا عرفت العقد، وهنتكلم في العقد في يعني ايه الحاجات اللي تخليه مظبوط. عفوا. تاني حاجة الالتزامات اللي عليك ان انت تنفذها. تالت حاجة الترانزاكشن برايس اللي هو سعر اللي انت المعاملات اللي انت الحاجات اللي كل خدمة هتقدمها وكل سلعة هتقدمها هتاخد مقابلها ايه. ثم بعد ذلك يقول لك اللوكيت بقى تحميل او ربط السعر بالالتزامات دي. ربط السعر بالالتزامات، انا عليا المفروض اقدم لك سلعه واثنين وثلاثه وخدمه تركيب هذه السلعه، او ان انا مثلا اجمع لك كمبيوتر والسوفت وير بتاعه، دي خدمه تانية او يعني دي سلعه تانية. واحنا طبعا عرفنا ان لو الناس اللي دارسين معانا مثلا ايفاوز هيعرفوا ان السوفت وير ده انتنجبل اسيت، ليه سعر وليه فلوس، انما الكمبيوترات دي اسيتس عاديه. طيب في خدمات كمان، يا عم خدمات، هاجي اركب لكم، هنركب لكم الشركه بتاعتنا هتركب لكم الاجهزه ديت، ونعمل لكم شبكه، وتسطب لكم البرامج يا سيدي، والاوبريتنج سيستم، وتحط لكم كمان برامج اي ار بي. الحاجات دي كلها بفلوس.
شوف بقى ازاي يبقى انت بايع لهم كمبيوتر وبايع لهم كمبيوترات وسيرفر وهتعمل لهم شبكة، يبقى دي خدمة. شوف بقى ازاي. وهتعمل لهم مثلا، انا بدي مثلا يعني شركة كمبيوترات بتعمل خدمة او يعني ايه باكج كده، خدمات وسلع لشركة اخرى مثلا، بتعمل النيتورك بتاعها كامل. فهنعمل له، هنسطب لكم البرامج وهنسطب لكم الاي ار بي سيستم ونعمل لكم الشبكه ونعمل لكم كل حاجه، والسويتش والهاب والحاجات دي كلها، ونعمل لكم حتى الشبكه ونعمل لكم كل حاجه، هاردوير وسوفت وير احنا واخدينها. يبقى لازم زي ما قلنا كده تحدد التزاماتك، كل الخدمات والسلع اللي موجوده في العقد، وتحدد سعر وخدمه كل حاجه، سعر ترانزاكشن برايس، سعر بتاع كل خدمه وكل سلع. وكمان ايه بقى، العقد كله مثلا ب100,000 ولا ب200,000 دولار مثلا. طيب استنى بقى، تربط بقى كل سعر بالتزام الكمبيوترات بس بكام. افرض الشركه جت قالت لا يا عم، لا يا عم الحكايه 200,000 ده احنا كنا فاكرين في فلوس هتجيلنا، لا احنا ما ينفعش، مش هنقدر ندفع 200,000 دولار، احنا خلينا بس ايه الكمبيوترات اللي جت لغايه دلوقتي هندفع ثمنها وخلاص. يبقى لازم تعرف لكل performance obligation اللي هو المطالبة، الالتزامات بتاعتك اللي انت التزمت ان انت تورد كمبيوترات وتورد السوفت وير بتاعها وتعمل شبكة وتعمل كذا حاجة، باند 2 3 10 ان شاء الله 20 باند مش مشكلة، بس تعمل allocate بقى لكل واحدة سعرها كام، كل التزام سعره كام، بحيث ان انا بعد كده كل ما حاجة اوفيها، كل ما performance obligation التزام عليا اوفيه، يبقى هو ده الترانزاكشن برايس بتاعي، اعترف بالإيراد يعني. هي الخطوة الخامسة اهي، انا اول ما عملت allocate هعمل recognize بقى للريفينيو وين ايه ال performance obligation is satisfied. تمام كده. الايفرز الدولي والجاب الانجليزي الامريكي الاثنين اتفقوا على الخمس خطوات دي. تعال نقرا كده بسرعة، بيقول لك the core principle is that an entity recognized revenue for transfer of promise good or service. يعني ايه؟ في نقل لسلع وخدمات بروميزد، الشركه اللي انت بتتعاقد معاها دي بت ايه بتوعدك بيها، بس طبعا احنا الشركه اللي بنورد الكمبيوترات، يبقى ايه الكاستمر الزبون، يبقى احنا اللي بنوعدهم بيها، خد بالك. عفوا، اعتراف بالايراد دلوقتي في دفاترنا احنا، يبقى احنا الشركه اللي هنعمل عقد مع الشركة الأخرى اللي هي الزبونة بتاعتنا، الكاستمر بتاعتنا اللي احنا هنورد لها جودز اند سيرفيس، كمبيوترات وسيرفر وخدمات سيرفيسز، ان احنا نربط الشبكة ببعضيها ونسطب لهم البرامج ونعرف لهم الاي بي ايهات بتاعت الأجهزة لغاية ما الناس تقول زي الفل والناس تشتغل وكل الناس شغالة ونسيبهم ماشيين. ممكن كمان يقول لك اعمل لي صيانة سنة، ده يبقى اوبليجيشن لوحده، خد بالك العقد مش مشكلة، خير خير. انت كواحد شغال هتقول لي خير ماشي، ما هو خير، بس لازم الكلام ده يبقى متصنف في العقد. حاضر، بس احنا خلينا بس نفهم الموضوع. طيب يبقى في نقل لسلع وخدمات بروميزد ان ان اماونت ذات ريفليكتس كونسيدريشن، في مقابل ايه بقى؟ مقابل مبالغ متعارف عليها او معتبرة، تو ويتش ذا انتيتي اكسبكت تو او اكسبكتس تو بي انتايتلد ان اكسشينج. يعني ايه انتايتلد؟ يعني تطالب بيها. يقول لك الحلاق كده اول ما تحلق يقول لك نعيما، هو عمال ينفض لك كده الشعر وبتاع مش عارف ايه وبتاع، كلمه نعيما دي يعني ايه؟ يعني كده انا خلصت شغلي، انا كده خلاص. يعني انت كلمه انتايتلد هنا يعني الفلوس اللي هي هتبقى تطالبك بيها، ان هي تقول لك احنا كده خلصنا، اي خدمه اي خدمه تانية مع دي معناها احنا عايزين فلوسنا. بس بالذوق. طب تعالى بقى نشوف تاني بسرعه، ايه الفايف موديل اللي انت بتقول للامريكان والايفرز الدولي الدنيا كلها ايه محاسبيا يعني اتفقت عليه، ده بعد صراع طويل مع المرض. يعني انا عايز اقول لك ان هم كان بقالهم عشرات السنين عايزين يتفقوا وما كانوش بيتفقوا. المهم، فايف ستيب موديل فور ريكوجنايزد recognizing revenue from contracts with customer. اول حاجه identify the contracts، حدد لي العقد. ماشي يا عم، اهو هتعيدهم لي تاني، ما هم متعادين اهم. حاضر. تاني حاجه الالتزامات، انت عليك ايه للزبون ان انت توفيه. طيب تالت حاجه determine the transaction price،
حدد كل التزام تمنه كام عشان نبقى على نور. حاضر. تالت حاجة اللوكيت، ما يبقاش العقد كله ب 200 ألف وأنت ما أنتش عارف، لا اللوكيت بقى كل performance obligation ليه البرايس بتاعه. طيب اعترف بقى بالإيراد اللي أنت وفيت بالأوبليجيشن بتاعك. أنت عندك في العقد 20 أوبليجيشن، 20 performance obligation، حاجات هتوفي بيها كل ما تجيب كومبارتات. اه والله يا راجل خد بالك، ما الراجل مديك عربون برضه. طب تعالى نبدأ أول حاجة، خلينا بالمثال اللي احنا قلناه كده، شركة مثلا بتورد كومبيوترات بقى، دي تعتبر سيرفيسز اند ايه جودز، يعني خدمات وسلع. اول حاجة يا عم الراجل بيقول لك ستيب 1 ايدنتيفاي ذا كونتراكت وذ كاستمر. حدد العقد يبقى واضح ما بينك وما بين الزبون بتاعك. A contract is an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations. تمام، يعني العقد الكونتراكت ده هو اتفاق ما بين الطرفين او اكتر بيعمل enforceable rights. rights و obligation، خد بالك في ناس ليها حقوق وناس عليها التزامات. ما انت ليك حقوق، انت كشركة، انت اللي بتعترف. احنا دلوقتي يعني بنعترف بالكونتراكت بالريفينيو، يعني فروم كونتراكتس ويز كاستمرز. انت ليك حقوق اللي هو الفلوس اللي مقابل البضاعه اللي هي دي بقى الالتزامات، ان انت تودي البضاعه في ميعادها، تأدي الخدمات زي ما اتفقتوا. حلو قوي. يبقى وهو كمان عليه التزامات وليه حقوق، ليه حقوق ان البضاعه تجيله في ميعادها او بالمواصفات بتاعتها والخدمات كذلك، وعليه obligation ان هي يسدد التمن بتاعته. طيب revenue in is recognized for contract with customer is all of the following criteria are met. The contract is approved by the party. الطرفين وافقوا على العقد. طبيعي، هو يعني عقد ازاي يعني؟ مش هيبقى عقد من غير ما يكون الاثنين. خد بالك هو هيقول لك مش لازم يكون مكتوب، يعني ممكن يبقى عقد شفهي مثلا او اتفاقية، بس لازم يكون الاتنين متوافقين. موافقين طبعا، الورقة بتثبت اكتر، بتثبت يعني. هو لو ايه، لو اتفاق شفهي ايه اللي هيثبت؟ الورقة هو اللي هي اللي بتعمل enforceable rights دي اللي هو قالك عليها والobligations. طيب تاني حاجة، contract has commercial substance. يعني ايه؟ يعني ليه شكل جوهر، جوهر ايه؟ جوهر تجاري. كان يقول لك المحاسبة بتنظر للجوهر السبستانس وليس للفورم الشكل. هنا برضو ده، دي بضاعة مقابل فلوس، يبقى ده شكل تجاري مش تبرع. مثلا انت مطلع الكمبيوترات دي لله، مثلا ده مركز خيري ولا دول دار ايتام ولا بتاع، لا. طيب يبقى ليه شكل ايه؟ ليه شكل تجاري او جوهر تجاري. كل واحد ليه حق ومقابل. each party right regarding goods or services to be transferred and the payment terms can be identified. كل واحد ليه حقه عليه مقابل التزام. طيب it is probable محتمل ان الشركة تاخد فلوسها. لو مش محتمل ان تاخد فلوسها يبقى ده مش عقد بقى، يبقى ده حاجة غريبة كده يعني حاجة. It's probable that the entity will collect substantially all of the consideration to which it entitled or it is entitled according to the contract. يبقى في احتمالية. ده لازم يبقى في احتمال. وكلمة هنا probable يعني ايه؟ يعني ان الحدث المستقبلي ده likely more not، يعني اكتر، يعني محتمل انه يحصل اكتر من انه هو غير محتمل انه يحصل. يعني ايه؟ مش 50%، لا ده اكتر. طيب تمام، اهو انا بيقول لك probable means that the future event is likely to occur، يعني هو في نسبة كبيرة انه يحصل، احتمال عالي بتحصيل الشركة لقيمة العقد وتقديم الخدمة والسلعة. وإلا بقى هي هيشتغل ليه؟ عفوا، هما بيشتغلوا علشان ياخدوا السعر ده، ولو في اي احتمال ان هما مش هياخدوا فلوسهم مش هيردوا لك البضاعة، صح ولا لا؟
اه طيب في جدية. اه تقولي ان في عربون للعقد عشان يبقى في جدية والكلام ده كل حاجة، مفيش مشاكل. طيب هنا بيقول لك بقى ايه الكريتيريا بقى، بتقول لي if the criteria described above are not met، لو في حاجة من دول ما اتحققتش collectability can't be reliably estimated. مثلا يعني لو ما لو لو ال لو ال collectability دي لو مش هت can't be reliably estimated the consideration received is recognized as a liability. استنى بقى، يبقى انا في حاجة ما اتحققتش، انا فجأة كده حسيت ان الشركة مش هتدفع الاقساط في ميعادها او ان في اي احتمال، فانا وقفت التوريد مثلا، ما وديتش كمبيوترات وما وديتش ناس تعمل الشبكة وبتاع، يبقى معنى كده ان العربون اللي خدته مش هعترف بيه ايراد، هعتبره ايه؟ بص بيقول لك ايه recognized as a liability and no revenue is recognized until the criteria meet. احنا لسه في اول بند، بند اللي احنا بس بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بنتفق على العقد. اه يا نهار ابيض، شوف ازاي لو الشروط ما اتحققتش انا مش هينفع ان انا اعترف بده ايراد، ولكني ايه هعتبره liability عليا. طيب هنا بيقول لك however even when the criteria described above are not met revenue in the amount of non-refundable consideration received from the customer is recognized if at least one of the following has occurred. بيقول لك في بعض الأحيان مثلا إنك أنت تقول للزبون أو تبقى كاتب في العقد كده إن العربون ده لا يسترد non-refundable consideration، فلوس اللي اتقبضت دي مش هتسترد. رجعت كملت بقى العقد، رجعت في العقد انا احنا متفقين ان الايه مثلا العربون ده ليه يا عم، اصل العربون ده احنا بدأنا بيه، احنا خدناه عشان نشتغل جديت حجزه ونشتغل وصرفنا فلوس وبتاع، ما ينفعش تيجي تقول لي خلاص مش عايز تكمل. ماشي ما تكملش، بس مش هقدر ارجع لك ال اه. فانت لو شارط كده في العقد او مثلا للزملاء اللي كانوا لسه بيحجزوا في الاي ام اي، هتلاقي الممبر شيب بتاعت الاي ام اي للناس اللي عايزه تمتحن السي ام اي كاتب لك كده ان في فلوس كده نون ريفاندبل، مش هترجع. انا بس فاكرها عشان لسه قاريها على موقعهم. ف مثلا ايه فلوس الامتحان ممكن يحصل ظرف صحي ولا حاجه فتتصل او تبعت لهم ايميل وتوصف لهم وبتاع، بس بفتره كافيه يعني، فتره كافيه وهم يوافقوا يا ما يوافقوش، ياجلوها لك بتاع يرجعوا لك الفلوس، انما العضويه الانترنس الحاجات دي نون ريفاندبل. خلينا نرجع تاني للعقود مع او كونتراكتس ويز كاستمرز. هيقول لك انت مثلا في حاجات اتدفعت، اللي اتدفعت دي خلاص غير قابله للرجوع. لو انت مثلا قلت كده ليه، لان انا باخد جزء من الشغل وانا باعت لك، ممكن اكون باعت لك فلوس، باعت لك بضاعه او خدمات بما يزيد عن ال اه received from the customer. اه ايه بيقول لك امتى بقى تقول على تعترف بيه ايراد، يعني تعترف بالفلوس دي ايراد لو هي non refundable consideration. تمام، هو بيقول لك هو revenue من non refundable consideration is recognized، بس امتى بقى؟ لو الكونتراكت هاز بين terminated، افرض ان العقد خلص خلاص و خلاص المده بتاعته خلصت او الحاجات اتسلمت خلاص في ميعادها. تاني حاجه control over the goods or services was transferred to the customer، خلاص نقل الكنترول. كانوا زمان الخناقه اللي ما بين الجاب والايفرز يقول لك هو المنافع والمخاطر بتاعت السلع، ده يقول لك ايه طالما السلعة معاك يبقى ليها منافع ومخاطر. طب انا مثلا انا لسه بفاصل صاحبي في العربية، طيب والعربية تحت البيت وعمال اتصل بيه انت الفلوس اللي انت طالبها دي كتيرة يا فلان، لا العربية لو اتخبطت لو هو اللي عيط يبقى بتاعته، ما كنا تحت بيت. لو انت اللي عيطت يبقى العربية بتاعتك. يعني ايه؟ يعني المنافع والمخاطر، المخاطر مين اللي متحملها؟ يبقى هو المالك. انما
الكلام ده كله خلاص بقى اتلغى. المعايير الجديدة بيقول لك لا في كنترول. يعني ايه كنترول؟ السيطرة. سيبك من المنافع والمخاطر، في سيطرة. العربية بقت تحت سيطرة مين؟ او البضاعة هنا بيقول لك هو ترانسفيرد، المنافع والخدمات اللي انت قدمتها ترانسفيرد، اتنقلت to the customer and the entity has stopped transferring. لو هي خد بالك، في حاجة بتخلص وخلاص، وفي حاجة مستمرة. انت بتتكلم مثلا مع مدرسة بتقول لهم احنا كل يوم هنورد لكم، زي مثلا المدرسة بتوفر وجبة للتلاميذ، فخلاص انتوا مطعم ولا حاجة، قلت لهم كل يوم هنورد لكم. ففي خدمة بتتورد مرة واحدة، وفي واحدة كونتينيوس مستمرة. في حاجة انت مثلا وردت العربية وخلاص، دي اتنقلت، الترانسفير الكنترول اتنقل منك لمالك العربية، يقدر هو بقى يسوقها. انت ما خلاص، انت مفاتيحها وكل حاجة ما بقتش معاك، بقت معاه بقى هو اللي الكنترول عليها. طيب، انما في سلعة او في خدمة بتبقى كونتينيوس مستمرة، حتى لو دي انتهت برضو خلاص، يبقى برضو في الحالتين دول انت كده ايه، and has no obligation to transfer، مفيش اي مطالبة تاني additional goods or services to be to the customers. تمام. طيب، تالت حاجة، يعني لو العقد اتلغى مثلا، او تم تسليم السلع، او ان مفيش التزام، the entity has no obligation to transfer goods or service and has received substantially all consideration from the customer. دي الحالة اللي هي الاستثنائية من الايه، من الحالة الاساسية، الحالة الاصلية، ان انا مش هقدر اعترف بالايراد الا لما يبقى عندي كونتراكت ايدنتيفيبل، قابل للتمييز، في ناس موافقة عليه، وليه كوميرشال سبستانس عفوا، وفي رايتس وobligation واضحة. تمام. وفي احتمالية ان احنا نقبض فلوسنا. تمام. طيب، مفيش حاجه من دي، لا، يبقى انت مش هتقدر تعمل ايه، ريفينيو ريكوجنيشن. امال هتعمل ايه يا عم؟ قال لك هتعمل الحاجات دي لايبيليتي عليك لغايه ما توفي كل الاوبليجيشنز اللي عليك، وفي الاخر تبقى تعترف، الا في الحاله دي ان هو نون ريفاندبل كونسيدريشن. طيب، كمان بيقول لك كونتراكت موديفيكيشن اكزيست وين ذا بارتيز ابروف ا تشينج ان ذا سكوب or price of contract. يعني ممكن يحصل تعديل العقد والموافقة على البضاعة، مثلا في بضاعة جديدة أو كده، أو يعني في حاجات، يبقى كأن بالظبط كأنك بتعمل عقد جديد، أو بتعمل بند جديد في العقد، أو بتعمل فهنا بيقول لك it's accounted for as a separate contract if the following consideration are met. الاتفاق ده ان انت هتغير السكوب، او السكوب يعني مدى البضاعة زيادت، الخدمات اتطلبت زيادة. انت بتقول لي هيبقى في عقد جديد ليه؟ لان احنا خلاص، احنا في العقد الاولاني قلنا لازم نحدد العقد كل شروطه نحققها. تاني حاجة البرفورمانس اوبليجيشن، المطالبات اللي علينا ان احنا لازم نلتزم بيها، برفورمانس اداء، اوبليجيشن مطالبات الأداء، يعني إحنا في حاجات لازم نأديها ملتزمين بيها في رقبتنا. طب وفي إيه تاني؟ ترانزاكشن برايس، الفلوس اللي هناخدها بقى من الحاجات دي. طيب، ورابع حاجة اللوكيت الترانزاكشن برايس للبرفورمانس أوبليجيشن، الالتزامات دي كل واحدة ليها سعر كام، نعمل اللوكيشن ليها. يعني إيه؟ مش اللوكيت هنا، اللوكيت هنا بمعنى مش بمعنى تحميل، بمعنى توزيع. يعني كل بند من المطالبات، كل مطالبة ليها مبلغها كام. طيب، وبعد ما تسقطوا اللي يستوفي بقى ده اعترف بالإيراد بتاعه. الخطوة الخامسة، طيب انت هنا بتقول لي والله في بند كده ممكن يجد لوحده بناء على طلب العميل اهو، او بناء على اتفاق الطرفين، بس بشرط ايه؟ scope of contract increases because the addition of promised goods or service that are distinct. خد بالك ان السلع او الخدمات دي تكون منفصلة، سلع او خدمات جاية منفصلة لوحدها. The price of contract increases by consideration amount.
that reflects the entity stand alone ceiling price of the additional promised good or service. السعر زاد أكنه عقد إيه؟ عقد منفصل بسعر جديد. طيب خلاص يا عم، عرفنا العقد وعرفنا ايه اللي ممكن يحصل الزيادة فيه. تاني خطوة ايه؟ تاني خطوة همسك بقى الالتزامات اللي عليا في العقد، صح؟ الـ performance obligation. تاني، طب والخطوة التالتة؟ كل الـ transaction price. الخطوة الرابعة اعمل allocation للـ performance obligation مع transaction price. الخطوة الخامسة كل obligation يتم للساتسفاي الوفاء بيه، اعترف بالايه؟ بالبايس بتاعه كايراد. تمام كده؟ ايه بقى يا عم البرفورمانس اوبليجيشن؟ برفورمانس اوبليجيشن از ا بروميس ان ا كونتراكت ويز ا كاستمر تو ترانسفير تو ذا كاستمر وان ا جود اور سيرفيس ذات از ديستينكت. انا ملتزم معاك بالعقد ان انا هورد لك بضاعه تعتبر ديستينكت، يعني منفصله متميزه لوحدها. تاني حاجة a series of distinct goods or services that are substantially the same and have the same pattern to transfer to the customer. مثلا احنا زي ما قلنا كده، ده خلينا نقول في شوية خدمات وسلع وخدمات، زي الايه المثال اللي احنا قلناه، شركة كمبيوترات هتودي كمبيوترات والبرامج وخدمات صيانة، فكده يبقى في جودز وفي سيرفيسز، بس كل واحدة فيها متميزة. أنا عايز يا عم الكمبيوتر ومالكش دعوة بالسوفت وير، أنا هتصرف. أنا عايز يا عم مثلا الهاردوير والسوفت وير كمان، وبس مش عايز خدماتك. أنا أو عايز خدماتك بس. أو شوف مثلا يعني إيه دي ديستينكت، كل واحدة منفصلة عن التانية، تقدر تستفيد بكل واحدة لوحدها. هيقول لك الفرق، الفرق ازاي وازاي تعرف ان دي منفصله وازاي تعرف. دلوقتي هنتكلم. تاني حاجه المثال اللي احنا كنا بنقوله ايه، ان انت شركه فودز مثلا، او يعني خدمات غذائيه او مطعم، وجنبك مدرسه، واتفقت ان انت تورد لها الوجبات بتاعت الطلاب. فدي مش مره واحده هتوردها، دي مستمره، دي سيريس اوف ديستينكت جودز اور سيرفيس. بص 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 بص، مجموعه سيريس، مسلسله، مش مسلسل يعني تمثيليه، لا مسلسل بمعنى ايه؟ ان انت كل يوم بتودي وجبات. الوجبات دي بالنسبه لك ايه يعني؟ وجبات النهارده مش هو ده ايراد السنه يعني، ده ايه واحد على 365 من ايراد السنه بتاعك كله، او مثلا 360 او ايا كان يعني 340 عم بخصم الاجازات. فعايز تقول ان يوم على يوم على يوم على يوم هتقدر تقول ان انا قدمت خدمات وبضاعة وديتها لكم بكام؟ ما انت بتودي مثلا الاكل وبتقول خدمة التوصيل كمان فوق الاكل، يبقى الاكل هو الجودز، انما السيرفيس هي التوصيل او التغليف او مش عارف ايه، او يعني ايا كان بقى، او طبخه نفسه مثلا. طيب يبقى هو ده بيوريك البرفورمانس اوليجيشن. بس شكل اتفرق ما بين الديستينكت سلع وخدمات منفصلة، أو سيريس مجموعة من السلع والخدمات، بس تكون إيه؟ سبستنشلي ذا سيم، مسلسل كل يوم حتة كل يوم حتة كل يوم حتة. طيب إيه بقى الحكاية؟ هقول لك أهو، تعالى أفرق لك تفرق إزاي أعمل حاجة. بيقول لك بروميسد جودز أور سيرفيس أر ديستينكت، إمتى أقول على السلع والخدمات دي ديستينكت منفصلة؟ أول حاجة ذا كاستمر كان بينيفيت فروم ذيم either on their own or together. يعني اما يستفيد بالكمبيوتر لوحده، فاكرين الحته دي؟ or together with other resources that are readily available capable with the, of being distinct. يعني ممكن خدمه مثلا تسطيب البرنامج مع البرنامج، او الكمبيوتر مع السوفت وير بتاعه، او الاوبريتنج سيستم مع خدمه تنزيل السوفت وير وصيانته والحاجات، كل واحده فيهم ليها سعر مهما كان قليل. خد بالك يعني الكمبيوتر ده اصل انتاجي، وطالما هيقعد اكتر من سنه استحاله هتكتبه كارنت اسيت، يعني ده نان كارنت اسيت، ماشي. طيب وزي ما قلنا كده السوفت وير هيبقى ايه؟ انتنجبل اسيت. طب خدمتهم هم، يعني انا بتكلم على العميل، يعني لما هياخد الحاجه دي هيكتبها عنده ايه في الميزانيه؟
اه طب والخدمه دي ما هي مواصفاتها هيحصلها هيكتبها عليهم صح؟ اه خدمه اللي تسطيب البرنامج، حتى لو البرنامج تخيل برنامج مثلا برامج غاليه مثلا، برنامج مثلا انت تعمله اي ار بي سيستم ب 100000 جنيه بحيث انه يربط له الشركه كلها بفروعها كلها، اتصرفت حاجه من المخازن هتاثر في رصيد المخزن وهتاثر في رصيد الخزنه البيع مثلا، فهتزود رصيد الخزنه وتقلل رصيد المخزن وتاثر وتبعت صوره مش عارف للمبيعات وصوره للحسابات وصورة شوف 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 اي ار بي سيستم، قيود بتاثر في كل حته في الشركه، زي طبعا الشركات اللي انت عارفين طبعا الاي ار بي سيستم الاوراكل والساب والمايكروسوفت داينامكس. اه فبتبقى السوفت وير ده بيبقى غالي، وكمان ما ينفعش اجيبه لك كده وخلاص، ده انا لازم يبقى فيه خدمات معاه، بس دي منفصله، دي كلها كل واحده فيهم منفصله. لا يا عم هتقولي شكرا انا عايز الكمبيوتر انا عايز دي، وانا اقدر تقدر تعزلهم عن بعض وتقدر تستفيد بيهم مع بعض، يا اما ايه قال لك كده بنفيت ايزر زير اون اور زير اون اور توجيزر. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه ايه؟ The entity promised to transfer them to the customer is separately identifiable from the promise to other promise in the contract. يعني متحددة لوحدها في العقد، يبقى دي ايه؟ دي معناها ان دي السلع دي distinct صح ولا لأ؟ طيب يعني معنى ان هي متحددة separately. اه يعني هو يا اما يستنفع بيها لوحدها يا اما متحدده لوحدها في العقد، ده معناها ان دي سلع منفصله مش مجموعه من السلع صح ولا لا؟ اه طيب حلو قوي، يبقى هو في نوعين من السلع اللي ممكن تبقى موجوده في العقود يعني، فهو بيعرفك يعني. طيب distinct within the context of the contract a separately identifiable goods or service doesn't significantly modify or customize another good or service promised in the contract. يعني ايه؟ يعني بيقول لك غالبا الحاجه اللي متحدده لوحدها separately identified دي identifiable دي لا مش مطلوب منها ان هي تعدل سلع اخرى. يعني ايه؟ يعني انا عايز الكمبيوتر لوحده والسوفت وير لوحده، مش عشان الكمبيوتر فانا هقول لك عدل لي في السوفت وير، ممكن السوفت وير يتعدل تبقى جايبه لي زي ما بيقولوا كده يعني متظبط على الشركه بتاعتنا بس، مش ستاندر لكل الشركات اللي بتباع لها ماشي، بس معناه انه منفصل ان ده لوحده وده لوحده، مش ده يستلزم تعديل ده عشان يشتغل معاه. طب تاني حاجه ايه؟ is not highly dependent مش معتمد عليه قوي on or highly interrelated with other goods or services promised in the contract. تمام؟ تقول لي طب ما هو ممكن يكون معتمد عليه، يعني الكمبيوتر مش هيشتغل من غير اوبريتنج سيستم او مش هيبقى ليه لازمه من غير السوفت وير اي ار بي. ايوه بس ممكن يشتري من حد غيرك، فهو سيبريتلي ايدنتيفابل، انت محدد الكمبيوتر ب 10000 لكن السوفت وير لكل الكمبيوترات ب 100000 وخدمة ان هو تظبيط كل كمبيوتر ب 5000 لكل كمبيوتر، يبقى شوف انت بقى ازاي محدد اهو بنود في العقد، في بنود. اه تقدر انت تقول لي والله خلاص يا عم انا هاخد الحاجات الهاردوير وهبقى اجيب واحد يظبط لي طيب يبقى هو الديستنكت هي دي ايه دي الصفات بتاعتها. A contract may include a customer option to acquire additional goods or service. ممكن الراجل يقول لك والنبي كمان ايه ضيف لنا حاجات احنا خدنا بالنا منها دلوقتي، عايزينك تظبط لنا مش عارف ايه. تمام؟ الكونتراكت ده انت اللي عامل فيه اوبشن فور فري اور ات ديسكاونت عشان تشجع العميل بتاعك، العميل بتاعك ليه كوبون ليه سيلز انسنتيفز، يعني والله ده انت عميل كويس وبتاع وعملنا عقد كبير معاك، لو عايز اي حاجه تانية هتبقى ب 50% بس او ب 10 مش عارف ايه. اه if the option provide a material rights، لو في حاجات كتيره بقى وحقوق كتيره بناء على الخصم اللي انت عامله له ده
to the customer, the result is a separate performance obligation in the contract. يبقى انت كده ملتزم بالتزام جديد خالص. شوف بقى ازاي separate performance obligation. طيب بالظبط زي فوق كده لما قلنا العقد يحصل فيه حاجه يبقى في عقد جديد، هنا برضو كده اكن في performance obligation. المهم ان انت فهمت من النقطه دي ايه، ان انت لازم تحدد ال performance obligation سواء distinct او series of distinct goods or service، سلع وخدمات منفصلة أو مجموعة من السلع والخدمات. وشفنا دي ليها مثال ودي ليها مثال. طيب إيه تاني؟ بيقول لك determine، تالت حاجة بقى، إحنا أول حاجة العقد، تاني حاجة الـ performance obligation، تالت حاجة الفلوس اللي الشركة شغالة عشانها. determine the transaction price. transaction price يعني إيه transaction price؟ the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to customer. احنا هنطلع البضاعة، يبقى ال consideration هو ده المبلغ، المبالغ صح؟ to which the entity expect to entitled، هتطالب العميل بعد تسليم السلع والخدمات هتطالبه بايه؟ بالمبالغ دي. يبقى هو ده ال transfer price. It exclude amount collected to on behalf of third party. زي مثلا السيلز تاكس، السيلز تاكس دي مش من ضمن ال انت بتقول لي والله عايز فاتوره ضريبيه ماشي، فهنا في ترانزاكشن برايس ب 1000 وهنحط 14%، 10 كانت 10% السيلز تاكسز وبقى مش عارف دلوقتي 14. فدي ما مش دي اكسكلودد، مش هو ده الترانزاكشن برايس. طيب السيلز تاكس دي او اللي هو دلوقتي بيسموها الادد فاليو تاكس، انت بتاخدها على سبيل الامانه وتوردها للمصلحه الضرائب، مش بتاخدها انت يعني، مش ده مقابل الترانزاكشن برايس. any consideration payable to customer such as coupons credits or vouchers reduces the price. الحاجات دي كلها اللي انت قايل انت مديله مثلا خصم، مديله الحاجات دي كلها هتقلل لك الترانزاكشن برايس. تمام. وكمان بيقول لك to determine the transaction price an entity should consider the effects of the time value of money. time value of money القيمه الحاليه للنقود. and the variable consideration يعني ايه؟ يعني لو انت بتقول مثلا ايه والله احنا هنتعامل معاكم هنجيب لكم حاجات كتير وبالاجل، يعني بالاجل، فوالله مش هناخد كاش. لو اخذنا كاش يبقى هناخد 100,000، لكن لو هتدفعوا قسط وبعد ست مش عارف ايه على ست اقساط على ست شهور مثلا يبقى هتدفعوا خليها نقول ايه، خليها 20,000 كل شهر، يبقى 20 في 6 ب 120. يجي يقول لك يا ابني الايه ده، هي بالقسط زود. لا زود ليه؟ لان هو حسب التايم فاليو اوف ماني. ايه التايم فاليو اوف ماني دي يا عم؟ القيمه الحاليه للنقود. الفلوس بتاعت دلوقتي مش هي الفلوس بعد السنه الجايه ولا سنتين ولا ست شهور ولا بتاع. معلش ده مثال انا ضربه كده بس طبعا يعني ايه بتتحسب كويس. ليه؟ لان في معدل فايده موجود في المجتمع. فلوس لو فضلت بره قيمتها بتقل والحاجه بتغلى، صح ولا لا؟ وفلوسك لو موجوده عندك وانت حاططها في البنك هتعمل معدل الفايده ده. فهو بيقول لك خد بالك من الفاريبل كونسيدريشن دي، لازم تكون حاسبها كويس. طيب the venue cognized must reflect the price that a customer would have paid for the promised goods or services. If the cash payment had been made when they were transferred to customer. يعني example الكاش سيل او الكاش سيلينج بايس. يعني ايه؟ يعني هو ده السعر السلعة الحقيقي. انت بتقول لي الريفينيو ريكوجنايزد المفروض يعرض البرايس اللي هو ايه السعر الحقيقي من غير بقى الفاريبل كونسيدريشن ولا التايم فاليو اوف ماني. وقت بيع السلع، تخيل ان انا ايه ببيع
ببيع كاش، او يعني ده الطبيعي، ده الريجولر، بس الناس بتعمل كريدت علشان تشجع مبيعاتها. تمام. فالناس معاهاش فلوس فتقول له ماشي يا عم خد وبالقسط ومش عارف ايه وقسط وبتاع عشان يشتري، صح؟ انما هو بيقول لك السعر اكنه، بص اكن السعر هو اللي اكن انه الدفع وقت استلام الجودز والسيرفيس، المهم ال100,000. لكن انت لما جيت تقول له والله خليها عندك بلاش 6 شهور، خليها اكتر من خليها سنه مثلا ولا حاجه، عشان يقول لك هنا في، هيقول لك بقى significant financing component thus transfer price is adjusted for the effect of time value of money when the contract includes significant financing component. لو قلنا ان السعر في الكاش سيلينج برايس، لو انت خدت الحاجه دي كاش ب100,000، لكن لو بعد سنه هتسددهم مثلا مش عارف ايه زي ما قلنا كده اقساط مجموعهم 5 6 اقساط في 20,000، يبقى التوتال كونسيدريشن كام بقى ساعتها؟ هيضربها في دماغه كده يقول لك 6 في 20 ب120، لا انا اخد كاش احسن، لا انا معيش كاش يخليني اقسط احسن. حسب بقى كل واحد. دي ليها ميزه وعيب، ودي ليها ميزه وعيب. دي ليها ميزه ان هو مش هيدفع فاينانسنج فيز، يعني مش هيدفع زياده، يوفر ال 20,000 هيدفع 100 بس، بس لازم يدفع ال 100 دلوقتي. فدي ميزتها انه معهوش ال 100، يقسط ال 20 20 وفي الاخر هيخسر جزء بس مقابل ان هو ما دفعش ال 100 كلها مره واحده. ذا فولوينج فاكتور، هو بيقول لك بقى سعر البرايس الطبيعي هي المفروض يبقى من غير الفاينانسنج كومبوننت دي، لكن لازم تعمل له تعديل لو في فاينانسنج كومبوننت، وهيدينا امثله دلوقتي. The following factors should be considered in assessing whether the contract includes significant financing component ولا لا. اللي هو ايه؟ ان يكون في فرق ما بين ايه؟ difference between the cash ceiling price والبرومست بتاعت البرومست سيرفيس جودز اور سيرفيس والاماونت اوف كونسيدريشن. يعني انت بتقول لي الحاجه السيلينج برايس الكاش بالكاش ب100,000، لكن لو هتقسطها قسطها بقى من السنه الجايه، هسيب لك 6 شهور سماح يا عم، ومن اول السنه الجايه هت ايه هتدفع 20 في 6 اقساط، يبقى الكونسيدريشن كلها كام؟ اجمالي الاقساط 20 في 6 ب120، في فرق ما بين ال 100 وال 20، يبقى دي يبقى ده الديفرنس، ده كده ايه يعتبر فاينانسنج كومبوننت. طب الكومبايند افكت اوف ذا اكسبكتد تايم بتوين ذا بايمنت اند ذا دليفري اوف ذا ايه بروميسد جودز اور سيرفيس والماركت انترست، ماركت انترست ريتس اللي هي الفايده السائده، يعني معدلات الفايده السائده. طيب بيقول لك خد بالك transaction price shouldn't be adjusted for the effect of time value of money if the time between the payment and delivery of the promised goods or services to customer is 1 year or less. في خلال السنة بتاعتنا دي خلاص يا عم، في خلال السنة دي مش مشكلة، انما لو اكتر من سنة لا، يبقى كده في ايه؟ يبقى في مصروفات فوائد وهنحسب فوائد والكلام ده، بس ده برضو حسب العقد. بس هو بيقول لك يعني المفروض انت ما تعملش ادجاستد في خلال السنه. طيب the customer paid in advance، افرض الراجل دافع مقدما، دافع مقدم العقد ده، and the transfer of goods or service is at the discretion of the customer. زي في حاجه في السبلاي تشين اسمها ايه؟ السبلاي تشين اللي هي سلاسل الامداد ديت، يقول لك حاجة اسمها بيل اند هولد. اكزامبل از ا بيل اند هولد كونتراكت ان ويتش ذا سيلر بروفايد ستورج سيرفيسز فور جودز ان ات سولد تو ذا باير. الراجل المشتري يشترى البضاعة بس ما عندوش مكان يخزنه في المينا التانية ديت، فيقول لك بص انا هشتريها منك بس ايه وفر لي مكان اخزن فيه لغاية ما مش عارف ايه وبتاع وهنشتري منك الحاجة ديت. يبقى معنى كده ايه؟ ان دي برضه لا يجب ان انت تعمل ادجاست للترانزاكشن برايس، لان كده ما تعتبرش تايم فاليو اوف ماني، دي تعتبر ايه؟ خدمة الهولد اند البيل اند هولد دي انت كمان ليها يعني تعتبر اوبليجيشن لوحدها، يعني
هتلاقيها موجودة في العقد. طيب ايه تاني او ايه تالت بقى؟ A substantial amount of the consideration promised is variable. يعني هو بيقول لك مثلا ايه، كل ما هقبض حاجة، معلش تصبر عليا والنبي، كل ما هقبض حاجة هاجي ادفع لك. فهنا احنا مش متفقين على اقساط ثابتة، لا variable and its amount timing varies with future circumstances، بتختلف باختلاف الايه؟ الظروف المستقبلية that are not within the control of the entity or the customer. طيب تعالى نشوف بقى الايه المثالين دول هيوضحوا الدنيا خالص، ايه حكاية الفاينانس وايه حكاية ان انا احدد. تري طبيعي ان الترانزاكشن برايس هو اللي من غير اي اضافات، ماشي؟ طيب هنا بيقول لك خد بالك اخر حاجة اللي هي الانترست انكم اور اكسبنس، فوائد. امتى تبقى انكم وامتى تبقى اكسبنس؟ الفوائد لما تبقى داينة، يعني ايراد فوائد، طيب تبقى انكم، ولما تبقى اكسبنس لما تبقى مصروف فوائد تبقى مدينة. طيب انت اللي هتصرفها يعني، مش انت اللي هتقبضها. is recognized using the effective interest method. effective interest method اللي هي ايه؟ هي تقدر تقول لي ايه؟ والله هي يعني هي ال effective rate، الفايدة اللي موجودة في السوق، ماشي؟ طيب المثال ده هيوريها لك اهو. it must be presented in the income statement separately from revenue from contracts with customers. تعال نشوف المثال ده على طول اهو، بيقول لك ان في هنا المبالغ اللي هتدفع فيه من ضمنها significant financing component. الشركة دي او في January 1 في year 1 شركة بيف كومباني sold and transfers a machine to customer بكام؟ ب 883,000. that is payable فين؟ في 31 ديسمبر 2000 في السنة الثانية. خد بالك يعني هم باعوا الحاجة في السنة الأولى، وبعد السنة الأولى ما خلصت والسنة الثانية بقى البيبل كام؟ رصيد البيبل كام؟ استنى بقى، ده كده مش معناه، اوعى تقولي ان ده ترانزاكشن برايس، ده بعد سنتين انت مسلم المكنة من ايه؟ من 1 يناير في السنة الأولى، ده انت بعد سنتين ظاهر عندك البيبل بكام؟ او ظاهر عليهم هم البيبل بكام؟ ب 583,000. طيب as a customer pay 500,000 upon delivery، يعني معنى كده ان سعر المكنة دي كاش ب 500,000 دولار open delivery، يعني في وقت التسليم of the same machine at contract inspection. The cost of machine كام؟ ب 400,000. المكنة دي عندنا بالتكلفة 400,000. طيب في حاجة اسمها perpetual inventory system وفي periodic inventory system، دي بنشرحها مثلا في كتاب الاكاونتنج principle، نظام الجارد الدوري ونظام الجارد المستمر. نظام الجارد الدوري ده انا ما بعتبروش، يعني هو ما مش محاسبة قوي يعني، او يقول لك المخزون مش مهم ومش عارف ايه ويبقى في الاخر، انما نظام الجارد المستمر ساعة ما بنبيع بنعمل قيدين، قيد بالتكلفة وقيد بسعر البيع. تعال شوف هو عمل هنا ايه. في اول السنة في يير وان في جانيوري وان عمل ايه؟ باع الماشين، طلعت بتكلفتها، بص الماشين كام؟ الماشين ب 400. الله، الماشين مدينة عاملها انت داين هنا ايه؟ لانها خرجت من مخازننا اتباعت. طيب والكوست اوف جود سولد، تكلفة البضاعة المباعة، كده مظبوط جدا، ده قيد التكلفة اللي بيعمله البيرتشوال انفنتوري سيستم، تمام، نظام الجرد المستمر. اما القيد التاني ايه؟ قيد البيع، سعر بيع الوحدة بس ايه؟ بالكاش، اللي هو لو كانت اتباعت بسعرها وقت تسليمها. انما ده انت ما خدتش ال 500,000 دي بقالك سنتين، فانت عملتها اكونتس ريسيفابل مدينين ليك واعترفت بالايراد، اعترفت بالايراد من اول السنه اللي فاتت. ما هو فعلا، ما هو الايراد اتحقق بالبيع، انت فعلا بعت السلعه. الله،
امال ايه يا عم الخمس خطوات اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ الخطوات دي كلها ممكن تتحقق في لحظة واحدة، مش هنقعد 5 سنين فيها يعني. طيب، طب وبعدين؟ اللي حصل بقى ان الفلوس انت ما قبضتهاش، فالريسيفابل بالنسبة لك، الريسيفابل بص هنا بيقول لك ايه؟ شركة بيف دي determine the contract include a significant finance component because the difference between consideration المبالغ اللي استحقت بعد سنتين 583 and ال cash ceiling price 500 بس. contract include implicit interest rate يعني فايدة ضمنية كده جوه العقد 8%. the following entries are recorded. طبعا الراجل لو كان وقت شراء الحاجة خد المكنة ودفع 500 ألف، كان خلاص قفلنا الريسيفابل دي في الكاش وخلاص، صح ولا لأ؟ إنما أنت عديت السنة الأولى خلصت، بص جيت 31/12 قمت قايل إيه ده 8% في ال 500 ألف ب 40 ألف، زودت الريسيفابل بتاعته تمام، وعملت إيرادات أخرى اللي هي الانترست انكم، والسنة اللي جاية كذلك ما دفعش، فضربت الرصيد كله ال 500 وال 40. ما هو الريسيفر مش هيفضل 500، هيتحط عليه ال 40 دي، ما هو مدين اهو، مدين ب 500 وبقى مدين كمان بال 40 دي، بقى ايه؟ بقى 540 ضربتها في 8 ادتك 43، كده بقى كام؟ بقى مدين ب 583، اللي هو جه في الاخر راح دفعها، دفع لك الكاش وقفل الريسيفر. يعني انت عايز تقول لي ان هو اعترف بالايراد من اولها خالص، كل القصه دي قصه فوائد، صح ولا لا؟ دي كل ده قصه فوائد. بص بقى المثال التاني، المثال التاني العكس، بيقول لك ايه؟ هنا انت قدمت البضاعه، بعت البضاعه وما خدتش فلوسك الا بعد سنتين، هنا في ادفانس بايمنت، الراجل دفع فلوسه وما خدش الحاجه بتاعته الا متاخر. فهنا بيقول لك في جانيوري يير 1، في اول 1 يناير في السنة الأولى، إيفا كمباني ريسيفد بايمنت ب 100 ألف، استلمت 100 ألف من العميل بتاعها فور ديليفرينج أ ماشين تو أ كاستمر، علشان تورد مكنة للزبون ات ذا إند أوف إيه؟ بعد السنة الأولى ما تخلص والسنة التانية، يعني هتورد مكنة بعد سنتين. كوست أوف ماشين 70 ألف. طيب إيفا دي لو الشركة دي لو كانت وردت الحاجة دي دلوقتي، كنت قلت لي والله خلاص يبقى ايرادات، هعمل قيد تكلفة ب 70 وهعمل قيد مبيعات ب 100 والفرق هيبقى الربح بتاعي. لا، اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل ايفا ديتيرمايند ذات ذا كونتراكت انكلود سيجنيفيكانت فاينانسينج كومبوننت، بس عليها كده في فاينانسينج عليها مش ليها، يعني هنا مثلا كان بيبقى فيه فوائد بس انت فوائد على العميل وعملتها بالنسبة لك ايه؟ ايرادات اخرى او ايراد فوائد. لكن هنا العكس، لان ايفا واخدة كامل تمن المكنة في اول شهر، في اول يوم، في اول شهر، في اول سنة. هي اعتبرت ان في significant financing component، وكمان ايه؟ ال financing rate 10% is an appropriate discount rate. يبقى هنا ديسكاونت ريت بقى، مش ذا فولوينج انتريز او انتريز ار ريكوردد باي ايف. اول ما استلمت الفلوس ما اعترفتش بالايراد. الله 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 الله، ليه يا عم ما قلتش كاش من 100 اكيد 100 ألف الى ريفينيو 100 ألف؟ لا يا عم ما ينفعش. ليه؟ انا ما سلمتش السلعه. اوبا صحيح، انت واخد فلوس ايه؟ ادفانس بايمنت مقدما. طيب ماشي يا عم، ده في 1 يناير. طب 31 ديسمبر ما سلمتش برضو السلعة، شوف عمل ايه؟ حسب على نفسه انترست اكسبنس، ال 10 آلاف قعدت عندي سنة ب 10%، ال 100 ألف قصدي عملت 10% ب 10 آلاف، علّى على نفسه كونتراكت لايبيليتي، هو ال 100 ألف كان عاملها على لايبيليتي عليه، لأن هو ان ايرند ريفينيو، هي الان ايرند ريفينيو هي لايبيليتي، ايراد غير محقق، فلوس خدتها ولسه ما قدمتش السلعه او الخدمه، هي كونتراكت لايبيليتي، هي ان ايرند ريفينيو، بس هنا طبعا عشان في عقد وكده فسميه كونتراكت لايبيليتي.
لما عدى سنة كمان وما سلمش، عل على نفسه فوائد تانية كده، يبقى عليه كام؟ بقى عليه 110. في نهاية السنة التانية بيحسب الفايدة الجديدة بقى اللي هي 100 والـ10، يبقى 110 في 10% 11,000، علاهم تاني على الكونتراكت لايبيليتي. بس لما سلم بقى، لما سلم المكنة، راح عامل قيد التكلفة اهو، كوست اوف جود سولد 70 والماشين انفنتوري ب 70، يبقى ده ايه؟ ده قيد التكلفة، صح؟ تكلفة البضاعة المباعة بسعر التكلفة، وعمل قيد البيع بقى او اعتراف بالايراد، قفل كونتراكت لايبلتي 121,000 في الريفينيو. الله 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 الله، استنى يا عم انت هتجنننا، انت يا عم انت ازاي تعترف بإيراد 121,000؟ المفروض هو تمن الحاجة 100,000 بس، ماشي هو 100,000 بس انت عليك لايبلتي ب 121,000، اللي هي تتمثل في ايه؟ ال 100,000 اللي انت كنت قبضتها، وفوائد السنتين سنة 10 وسنة 11 ما دفعتهاش. اللايبلتي دي توفت بتسليمك السلعة، اللايبلتي دي اوبليجيشن ساتيسفايد، توفت ب يعني ايه؟ مش توفت يعني ماتت الله يرحمها، لا توفت يعني تم الوفاء بيها، سداد التزاماتك يعني بتقديم المكنة. فانت تعترف بالإيراد بقى، الإيراد هنا بما فيه الفايدة السلبية اللي هي فايدة عليك انت، تمام كده؟ طيب ممكن نكمل المرة الجاية عشان ما نطولش قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.